بابا كيف رجع على البيت؟ شو عملتوا فيه؟ ما كان كتير بوعيه. شو بدنا نعمل فيه يعني؟ ولا شيء. هو بتقدر تقول انه خوفنا لعمي شوي. انتو خوفتوا بابا؟ عفوا بس قليلي بشو مهددينه؟ شو رح يطلع من ورا هالقصة جوليا؟ كريم لا تبلش شبك، ما في لا تهديد ولا شيء. ليش لحتى هدد عمي انا؟ فيك تقول انه كذبنا عليه، يعني كذبة بيضة، وهو خاف شوي. قلت له انه مرت عمي سهيلة مريضة مو اكتر، ورجع البيت مثل الشطور. ما ايه، لانه انا فكرته ما رح يقتنع مني، لهيك ممكن كون زودت بالمرض تبعها شوي. قديش زودتي هالشوي يا ترى؟ بصراحة كريم قلت له انه مريضة لدرجة الموت. كيف؟ اسمع لا تضوج بسرعة. قلت له انه مرت عمي ضل بعمرها 3 شهور بس، وما بدها حدا يعرف، وانه ما حدا غيري انا وزينب بنعرف بهي القصة. قلت له ليك عمي، المخلوقة باخر ايامها، وبدل ما تكون جنبها قاعد مع وحدة غيرها، معقول تهون عليك باخر كم يوم لإلها؟ بعدين فورا هداك البيت اللي كان فيه كركبناه وعملناه كأنه بيت ماهر على اساس شلون؟ وانه عمي كان عند ماهر هيك رجال بين بعضهم عم يحضروا مباراة وياكلوا شيبس ويتسلوا. اردفنا هديك المرة برات البيت، ولما وصلت مرت عمي شافته مع ماهر. كيف؟ تعرفي شو جوليا؟ انتي وحدة شيطانة، العيشة معك بنفس البيت عن جد ما أنا فكرة بتدخل العقل. شو هالذوق كريم؟ أنا عم بحكي لك عن فكرتي الجهنمية، وانت هذا اللي طلع معك كسرت خاطري عن جد. شو ساوي؟ شو أعمل؟ أمك كانت على الطريق، حسين كان عم ياخدها لهونيك، وأبوك مع المرأة، يعني كان أحسن لو أجت وشافتهم مع بعضهم. أنا بدل هالمصيبة هي كذبت كذبة بيضة صغيرة كتير، يعني شو فيها؟ شايف إنك رجعتي لطباعك القديمة، شو بده يصير لما يعرف الحقيقة؟ شو رح يصير يعني؟ لما عمي يعرف يمكن يعصب علي شوي، يمكن يضربني ويعطب لي ايدي او رجلي، بعترف وموافقة اصلا. بس خلص بالنتيجة الازمة بتكون انحلت، صح؟ صباح الخير. صباح الخيرات، تعي عادي خلينا نفطر. لا صحة وهنا، انا رح اخذ بيان وامشي، الكافيه اليوم كتير معجوقة. طيب بنتي بيان، بنتي انا اجيت. يلا قومي نروح حبيبتي. مامي بس ليش ما بدك تجي معي؟ ليكي اياد بالكافيه وناطرك. في ماهر كمان، وفي خاله جيهان كمان. مامي ليكي ملاك، ما تضغطي عليها كتير، خلص هي عم تلعب مع ميمو هلا، يعني ما بدها تروح، خلص تركيها تعي افطري وبعدين بتروحوا. لا يعني نحن ما عم نلعب كل هالقد بالكافيه يا انسه. الحمد لله. ملاك تركيه على راحتها، بعد الفطور أنا بوصلكن، تمام؟ جد ملاك تعي معي. جاي. يلا ماما رح تفطر وبعدين رح نمشي، ماشي بيان؟ تعني تعي، خلص تعي. شو صاير لهالبنت؟ طولي بالك، عدي فايتة جيب لك كاسة شاي. حدا بده شي من المطبخ؟ لا تمام حبيبتي. ألو ماسا، أنا جاي لعندك، لازم نحكي شوي. إبراهيم بيك، مانك مجبور تبرر لي أي شي، ما في داعي أبدا. ما تعذب حالك وتجي لهون على الفاضي. مع السلامة. افتح ابني افتح.
خديجة؟ ليكي كان في هداك الزلمة يلي انطعن بنص ظهره، هو حدا مشهور كتير، بتتذكري شو اسمه؟ وأنا شو بيعرفني؟ أنا ما بتفرج على أفلام مثلك أنت سهيلة. لك لا خديجة، مانو فيلم، حقيقة، هذا صار بالحقيقة. اسمعي، كان في ضابط كبير ومقامه عالي، وهالضابط كان في عنده مساعد ويعتبره أخوه إيده اليمين، والزلمة بينشد الظهر فيه، قام هذا المساعد غدره وحط السكينة بنص ظهره. بروتوس اسمه. ها بروتوس. وليه بروتوس؟ خففي الشاي تبعي كمان شوي، عاملتي لي كاستي مثل السم. تمام سهيلة خانو. أم السوس، كأنك صايرة حقودة شوي مو هيك؟ ما تعاملي خالي أسيل هيك، مانك شايفة قديش متضايقة؟ خرجة بتستاهل، لك هي خيانة، والخيانة ما بتنغفر فوراً. إذا غفرت لو سماحتها بكرة بتبيعها بسهولة أكتر. لا لا أوعك، وقفي عندي لهون وبس. أسيل بعتبرها مثل أختي، أنا بحكي عليها بس حدا غيري ممنوع. دخلك أنا شو حكيت سهيلة؟ أم السوس أنتي ملكة بتسميح الحكي، يعني ما حدا بيطلع له معك أبداً. الست سهيلة جوهر فن تلطيش الحكي. على فكرة ليش ما بتعملي كتاب عن هالشي؟ بيطلع منه سلسلة حلوة. شكله أخي رح يوقع بفضيحة كبيرة والله. تفي من تمك أي أخ منه. لك أخي كريم، رح دقله. شوفي أخي، افتح انترنت فوراً وشوف، منزلين خبر بخصوص ميليسا وعم يحكوا عنك أنت كمان. 75 جرام زبدة. ايوه كاسة ونص مرقة لحم واحدة. ايوه ونص فوقن. نصفي رز من ميته وعالطنجرة وخلص. شوي شوي جوليا. ايه ايه كبيتهم. ايه ما عم صدق جوليا، تعي شوفي هالخبر، في واحد لتات كاتب عني. روق شوي حبيبي، ورجيني شو كاتب لشوف. انتحرت بداعي الحب، انتحار ميليسا تورون باش بعد العملية الناجحة التي أنقذت حياتها ترك إشارات استفهام كبيرة، وحسب مصادر موثوقة السبب الوحيد وراء انتحاره هو ألم قصة الحب التي انتهت بطريقة فاجعة والتي لم تنساه. ومن ضمن المعلومات التي سربت أن الحبيب الغامض هو إحدى الشخصيات البارزة في مجتمع والتي تعمل في مجال التعليم. كفو عليكم العمى، شو هاد؟ صارت وصارت، كانوا كتبوا اسمك أشرف لنا. نسيت خبرك، من كام يوم شفته لنزار بكافيه جنب الجامعة. نزار والله؟ ايه وشو بده؟ شو بده يعني؟ محملني مسؤولية اللي صار لميليسا وقال بده يدفعني الثمن. أكيد هو المصدر، هو اللي مسرب الخبر، مفكر إنه بهالطريقة رح ينتقم مني. برأيي هاي الحركة مو أسلوبه، مو هو. أنا بعرف ومتأكدة 100% إنه اللي ببالي هي اللي عملت هالعملة، لأنه بهديك العيلة في كتير ناس فضوليين وبيحبوا النميمة. كريم حاجة يا قال، مو أسلوبه، مين بده يكون غير هو يعني؟ شو هالمصيبة هي؟ هلأ رح ينتشر ألف خبر مثل هاد، منين بتطلع لي المشاكل؟ زينب كيفك؟ أنا منيحة، بس أنت صوتك معنو طبيعي، مين معصبك هالمرة يا ترى؟ بعدين بحكي لك. بدي أسألك، عندك رقم المخلوقة اللي بيسموها إيبك خانون؟ بتصور هو بين أرقام الأهالي اللي بعتولي ياهن من الحضانة، رح شوفه وبعت لك يا. خير انشغل بالي، شكله صاير شي مو منيح، مو هيك جوليا؟ أنت لاقي رقم للمخلوقة وبعتيه وبعدين بحكي لك، ماشي؟ يلا لا تطولي. غريبة، ايه ابصر هديك التافة شو عاملة، والله عرفت مع مين تعلق هالمجنونة.
وسهلين إبراهيم بيك. لا انتي زودتيها وكتير عن جد، وحده بلا ذوق. والحق عليك الحق علي، انا لو ما بعدت عنك اياد بهداك اليوم كان بلحظه وحده مسكك من رقبتك وقرفلك ياها وكنتي. الو ابيك جوليا معك، جوليا جوهر. انتي وينك هلا يا ترى؟ لانه لازم احكي معك بموضوع مستعجل كتير. خير حبيبتي جوليا؟ شو شايفتيني بمنامك؟ انا بالبيت، تعالي. أي بيت هذا؟ وين؟ بأي منطقة يا ترى؟ بعتيلي الموقع على السريع. لا أنت بتعرفي البيت منيح، بيت ميليسا القديم. مو أجيتي قبل تزوري نزار هون؟ نفس البيت ما تغير، أنا قاعدة فيه هلأ. ناطرتك تعي لهون. أوكي ما بطول. تعي لشوف يا جوليا لأفهم شو وجعك. لك أنا إذا ما شقفتك ألف شقفة وشقفة ما بيكون اسمي جوليا جوهر. رح أدفنك بإيدي وأخلص منك ومن شرك، أنا بورجيك. مالك ظابط؟ أنت مالك ظابط؟ كمان طلعت خبيصة كالعادة، كلك على بعضك شوية رز ما عم تزبط. ليش؟ أنت كاستين رز لا رحت ولا أجيت، فهمني ليش ما عم تزبط معي؟ ليش؟ تعبت معك أنا، وجعني راسي كتير. عن جد مانك مضطر تشرح لي أي شي إبراهيم بيك، بالعكس نيالك لأنه عندك عيلة بتحبك وبتعرف تقدر قيمتك. أنا زعلان ومتضايق كتير ماسا، لأنه يوما طلعت من هون مثل إذا هربان منك. بس أنتي بتعرفي مرتي سهيلة عملت عين العقل. أنا رح ضل أدعي لها على طول، الله يشفيها ويطلعها من هاي المحنة. ما تفكر فينا، أنا وإنت حلم وبعمره ما رح يتحقق. حلم حلو كتير. ما سخانه نزار بيك وصل. مرحبا عمتي، كيفك؟ أهلين وسهلين نزار. إبراهيم بيك؟ مرحبا نزار بيك. هلأ أنت وعمتي بتعرفوا بعض؟ إيه صداقتنا أنا وإبراهيم بيك قديمة كتير يا نزار. والله جد؟ ما كنت بعرف، تفاجأت. طيب أنا في عندي اجتماع صار لازم روح. طبعاً تفضل. تشرفت كتير بزيارة حضرتك. العوض بسلامتكم، زعلت كتير على خسارتكم. الله يرحم روح أختك ويصبركم. ويرحم أمواتك. تفضل لوصلك إبراهيم بيك. تاكلي حبيبتي؟ يسلموا، بجوز يصير معي تسمم. وهلا كسرت على أنفي بصلة وإجيت لحتى أحكي معك مثل العالم والناس. ممكن تشرحي لي أبك خانو شو مشكلتك؟ أنت شو مشكلتك معنا؟ أو شو غايتك مثلا؟
بأي حق بتروحي بتحكي للصحفيين شغلات شروي غروي عن جوزي؟ يعني لما تمسحي الأرض باسمه لجوزي وتعملي له فضيحة شو رح يفوت لجيبتك؟ فهميني. جناتي ليش بدي أعمل هيك؟ على فكرة زوجك هو اللي ما كان عاقل، بيكونوا سمعوا من شي مكان. ليكي إبك لو سمحتي عرفي حدودك ولا تخبصي بالحكي. جوزي كريم والمرحومة ما كان في شي بيناتهم أبداً. شو أنتي غبية ما بتفهمي؟ مخك ضارب يعني؟ كيف فيكي تألفي هالكذب كله؟ قولي لي لشوف. ليش أصواتكم طالعة؟ شوفي ليش عم تصرخوا؟ ماهر أنت شو عم تعمل هون؟ البس عليك بسرعة. هاي عم ألبس. أنتي شو اللي عم تعملي هون؟ كنت نايم جوا أحلى نومة، ليش عم تصرخي؟ تعا حبيبي الفطور جاهز. واو فطور ملكي. صباح الخير. لك شو عملت يا مسطول؟ شو عملت؟ أنا اللي عم بسألك ماهر، قول أنت مع هالمصروعة هاي؟ شو رأيك كمان تشيلها وتحطها على راسك من فوق، وإذا طاير عقلك فيها تجوزها تجوزها لتبتلى أكتر. تستاهل ماهر، تستاهل كل شي بيصير فيك. تعرف إنه هاي اللي بلا مخ فتحت أبواب جهنم على عائلة جوهر؟ حاجة تخبصي بالحكي بقى. أنا كنت حب ميليسا مثل أختي وأعز، فهميني ليش لا أحكي عنها شروي غروي قدام الصحافة؟ ليش لشوه سمعتها بعد وفاتها؟ ها؟ هذا بالضبط اللي عم بسألك يا حبيبتي، جاوبيني. طيب وأنا عم أسألكن هالسؤال، شو المشكلة؟ حكولي لشوف على شو مختلفين، أنا بحلها. أنت سكوت، بعدين رح حاسبك على هالعمايل. أنا شو قلت لك؟ شو قلتي؟ ولك ما قلت لك بعد عن هالمخلوقة؟ أكيد رح طورتك بشي مصيبة بالأخير، راكبها ميت عفريت هي اللي قدامك. بس أنت هيك عم تجرحي بالحكي. شو هلأ لحتى انتبهت إنه تسكتها؟ أصلاً أنت شو دخلك حتى تتحشي مناخيرك بحياته الخاصة؟ ليكي وليه اسمعيني منيح، ماهر ما رح يكون البنك تبعك لحتى تكوني بالصورة. ماهر امشي قدامي. فراشتي استني شوي، شو عم تعملي؟ روقي هاتي. خلص فراشتي لا تتدخلي، أعطيني هذا الجاكيت، أنا حابب أوقع بمصيبة. شو بس أنت اللي بتوعيني بمصايب؟ حابب شي مرة أوقع لحالي، بعدين ليك تطلعي منيح، هالبلوة بتاخد العقل. ولك الله ليقيمك ماهر لجهنم، وانتي ابك خانم ديري بالك وحسبي لي حساب، بالأخير رح أعرف مين عمل هالعملة الوسخة، وإذا متورطة بالموضوع وقتها منتواجه. بكفي بقى. خطفو لك فراشتي، روقي شوي. شو عم يصير يا؟ أنا شو بعرفني؟ لكن شبه أنت عملت شي مع كريم يعني؟ والله ما عملت شي أبدا. ليش معصبة؟ ليكي اسمعيني ابك، إذا زوجك قصدي طليقك إذا كان عم يستخدمك مشان يأذي كريم رح نزعل من بعضها. إذا هيك شايف الموضوع نلع من بيتي. لك يلا روح بسرعة الكود ورا جوليا. لا أنا ما عم أحكي هيك كرمالة. إبك إبك هاتي اقنعيني، لازم أتأكد يعني. مالي مضطرة دافع عن حالي قدام حدا، فهمت؟ يلا اطلع من بيتي لحق رفيقتك. طب بنفطر ومنكون ريلاكس شوي. تاكل سم الهاري ماهر، يلا روح. كانت ليلة حلوة. بي باي. اجتب عمتي، ليكون ابراهيم هو ما غيره اللي دائما منسمع عنه قصة الحب يلي عشتيها زمان. بعدين البابا وقتها بابا حرق لك قلبك انتي، وهلأ كمان ابنه هو السبب بموت ميليسا. لا يا نزار، ما حدا حرق قلب حدا، في كتير شغلات انت ما بتعرفها. انا بعرف كل شي عمتي، ميليسا تركت مكتوب قبل ما تموت وحاكي فيه سبب انتحارها. ميليسا من هي وصغيرة كانت عاطفية زيادة عن اللزوم، انت بتعرف هالشي منيح. نسيت الانهيارات العصبية اللي صارت معها بسبب أشياء كانت بدها إياها وما نالته؟ لو سمحتي عمتي، هلأ هي مثل هي؟
طبعا هي مثل هي نزار. القلب إن أحب قلبا فيحب لأجل ذاك القلب، وهناك من يحب لأجل ذاته فقط ليموت لأجلها. نزار، إيد إبراهيم بيك ما المدد علي أبدا. علاقتنا كانت كتير صادقة وطاهرة، التقينا بالصدفة، كنا نقعد مع بعض ونضل عم نحكي ونحكي لساعات، نتطلع بعيون بعض ونضحك. ما صار بيناتنا أكتر من هيك، كنا نرتاح وننبسط وبعدين افترقنا. هاي هي الدنيا، كان حب كبير شكرنا ربنا عليه واقتنعنا أنه نصيبنا ما نكون سوا. ما بعتقد أنه في حدا رح يفهم الشي، بس هيك كانت علاقتنا. تفضلوا. اسلموا. كيفك؟ منيح. لك شبك شو هالخلقه يلي عم تنقط سام؟ ما في شي، بس عم ينزل مطر برا. لك مو هذا قصدي، قصدي انه مزاجك معكر شوي. ذكرني شو بتقول انت. عيون عينات العينتين. اتخانقت مع العينتين. هلا مشان هيك متضايق؟ شو هالشغله يعني، بتلاقي غيرها. اسمع شو بدي اقول لك، بمعجبه جديده ناطرتك هون. معجبه جديده؟ مين هاي؟ عمتي. شو جابها هاي؟ شو بيعرفني؟ عمتي. اخيرا شرفت يا استاذ، تفضل، الي زمان ناطرتك، عود. اهلين. عمتي خير؟ ليش ناطرتيني؟ جبت لكم مصرياتكم مثل ما اتفقنا بالتمام. واو، عن جد ما في منك عمتي. ايدك. شو بس عندي شرط واحد، بدي كلفكم بشغلة تانية. شغلة تانية؟ شو الشغلة؟ بدي عاطف ونيلي يطلقوا ويتركوا بعض. جوليا كتير شاطرة بهالشغلات، يعني ما رح تلاقي صعوبة. وات؟ مثل ما سمعت، عاطف ونيلي خربوها، وقد ما بدكن مصاري بعطيكن فورا. عمتي انت شو عم تقولي؟ اصلا انت شلون بيخطر على بالك هيك شيء؟ نحن ما بنعمل هيك شيء ابدا، نحن هالشغلات مو اختصاصنا بنوم. بعدين ليش بدك تطلقيهم؟ لا حرام، عن جد هنن بدهم يتزوج ويفتحوا بيت، حرام نخرب لهم اياه، ما بيجوز. انت بتعرفي هالحكي منيح. بيت شو هاد؟ ما في لا بيت ولا غيره. عمتي انت غريبه عجيبه. لك شو رح نعمل؟ تنازلي عن عاطف بيك وانا رح لاقي لك حدا غيره. وينه يا حسره بهالزمن، ضل حدا ابن حلال هيك مثل عاطف؟ اكيد. بتلاقي ابن حلال اقل بشوي. شو فيها بدك تقبلي؟ دوري الا ما يلتقى، وانت لازم تلاقي. ايه، لانه كل حدا بهي الدنيا له روح، توأم روح. صدقيني الحب ناطرك مكان تاني وبحدا تاني، أكيد ناطرك. متأكد. لك دخيلك يا ابني، لك أنا من ولي هالحدا هاد؟ يعني هالحكي لما الوحدة تكون صبية مو هلا. اسمع شو، انت كمان ما تدقق وتأخرني أكتر من هيك، لاقي لي اسمتي ونصيبي بسرعة، أنا ما عم بعرف دبر حالي. عمتي معك حق، أكيد إلا ما تلاقي شي حدا، لو إنه فات القطار شوي مو مشكلة. لا تدقي مين هو ولا ابن مين، لأنه أحياناً لازم نرضى بنصيبنا. صح؟ مزبوط كلامك. أنا رح دبر لك، أنا رح دبر لك عريس، واليوم وفوراً كمان ورح جوزك على الحارك. طيب هلأ أنا عمتي رح أخده. أخذتهم. شكرا. مركز الأولاد بده كمبيوترات. رح جيب لهم. عمتي ليكي شو رح أعمل، الصورة الخلفية للكمبيوترات يلي بتطلع أول شي، رح أخذ لك صورة حلوة كتير إليك.
حطها خلفية واكتب خديجة أمكم كلكم. معلش ست حلقك ولا فزلك. طيب عمتي شو بتشربي؟ جيب لي هذا المشروب تبع هذاك اليوم. عمتي بهذا الوقت؟ ايه شو فيها؟ حط لي يا فنجان القهوة. واو عمتي انت خطيرة عن جد، كتير خطيرة، مخباية بتيابك. رح أحضر لك يا فورا. إياد ليش هالقطة هون؟ إياد وقت شوفيري خبرني أكثر من مرة أنهم عم يطلعوا سوا. لهذا السبب أنا منعت ماسا أنه تطلع من البيت نهائيا. هو كان متزوج وقوي، بس مجتمعنا المتحفظ مستحيل كان يتقبل هيك شيء أبدا. قمت حملت حالي ورحت لعند إبراهيم جوهر، وقفت وهددته علنا، ما فتحت أمه بحرف. بعدين زوجت عمتك وسفرت لبرا، وبعد فترة وصلني خبر انه انقابلوا بعضهم كم مره باوروبا، ولحسن الحظ انه بهديك الفتره زوجها المرحوم تعين بالبيرو وهي سافرت معه. قلت لحالي انتهوا، بس لما توفى زوج عدنان رجعوا لبعضهم. كنت مفكرهم ما عملتوا، بس يبدو لي انه بلشوا من جديد. بابا خلص انا رح اقطع كرت لهالعيله. طيب في عندك خطة؟ لأنه هلأ صاروا أكبر وأقوى، شو فيك تساوي؟ تركن علي، أحسن أنهم يكونوا فوق كتير، لأنهم رح يوقعوا قد ما علوا ورح تكون نهايتهم. اللي شو في ببالك؟ ضبي كل شي ليلى، ولا تنسي تغطي كل الأغراض. كأنه رح تغيبي لفترة طويلة؟ إيه ليلى رح أغيب لفترة طويلة. بعد ما أمشي من هون بتخلصي شغلك وبتسكري كل شي منيح وبترجعي لعند أهلك. طيب يا خانو. ليلى بعتي هاد لابراهيم بيك على الشركة. بس بعد ما امشي. أمرك.
تسمح لي أقعد معك برهومتي؟ شو هالحكي؟ شو يعني مشيت؟ لوين راحت؟ تعرف عمتك نزار بك؟ ما بتحكي وما بتحبي اللي بيسأل كتير. ما بعرف لوين راحت، قالت رايحة على مكان بعيد وبس. طيب شكراً لك. بالإذن. يلعن الحظ. قديش هالبيت رح يضل فاضي بسببكن؟ بكم إنسان وبكم روح رح تضحوا لسه مشان تكونوا مرتاحين؟ أنا رح خليكن تدفعوا الثمن يا عائلة جوهر، وغالي كتير. إبراهيم بيك؟ إيه؟ عندك اجتماع بعد الظهر الساعة 3. تمام. ووصلك الظرف من شوي. طيب ماشي، بعتيلي فنجان قهوة سادة لو سمحتي. حاضر فورا. ألو، أهلين إبراهيم بيك. ما سخانه مسافرت يا بيك؟ ما بعرف يا بيك، بس بعتقد إنه ما رح ترجع، لأن طلبت مني سكر البيت بعد هي ما تمشي. طيب شكراً. مع السلامة ماسا. الله معك. كان قدرنا إنه ما نلتقي. ما منعرف الأيام لوين أخذتنا. نحن دايما لما منلتقي بيكون الماضي خاننا. هذا شي تاني، ما نوع عادي أبداً. عمك إبراهيم انقلب كيانه 180 درجة، صار زلمة تاني تماماً. كيف يعني؟ يعني كأنه متجوزين من جديد وعم نقضي أيام شهر عسلنا. ما عم يرفض لي طلب بنوب.
مرت عمي، عمي طول عمره بيهتم فيكي وشايلك عكفوف الراحة. قال لي خلينا نطلع بجولة حول العالم، إذا بدك بترك الشغل. عم بيقول منروح ومنكسدر لتقولي حاجة. يا سلام، حلو 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 كتير هالحكي، بيطير العقل عن جد. أنا ماني مصدقة، بس اقتنعت إنه الكيان بيقلب عمر معين. شو هاد؟ عيب عن جد، تخانقت معها من تحت راسك انت فراشتي. اخ شوفي، يا ريت لو تعرف قديش وجعت اللي قلبي عليها يا ماهر. كيف بدي اتحمل الوجع اللي جواتي انا؟ شوف قديش مقهورة وزعلانة. هلا هيك جولي عم تتمسخري علي؟ يكتر خيرك، ليش عم تتصرفي معي بهي الطريقة؟ اوكي تمام، انت وهديك البنت اول لقاء لكم كان سيء، يعني كان في سوء تفاهم بيناتكم، بس هي مو مثل ما انك مفكرة. عن جد ما انا مرة عاطلك لهالقد. والله مو مرة عاطلك لهالقد. ليش عم تنكش المشاكل من تحت اضافيرك؟ بدك نتخانق؟ اه لك انت بتعرف، وعلى طول بتسمعني حكي بخصوص طليقة نزار بيك، روحات على الكفة وبهدلتها لإلكن، وكمان بعتت زينب ومحملتها رسالة انه بعد عن جوزها. لما كانت عم تعمل كل هذا فينا انت شو عملت معها؟ ليش شو عملت؟ طبصت فيها وحبيتها عقد مالك مسطول. لك فراشتي هالحكي كله كان زمان، هاي حركات قديمة خلص انسيها، بعد هلأ مستحيل تعمل هيك بقى. ليش؟ لأنه هي عشقانتني إلي، ما في غيري براسة، لا نزار ولا غيره. إيه عن جد بتقطع القلب، ما بتتخيل قديش زعلاني عليك أنا. لك شو هالجدبنة هي؟ معقولة؟ العمى عم يتلك عيونك ومعني على قلبك، ولك هديك المخلوقة عم تلك على قلبك نظامي مالك منتبه؟ بعدين شو دخلني أنا؟ آه ما دخلني أنا أصلاً، طلع وفوت مع مين ما بدك، أنا ما عاد إلي علاقة فيك بنوب. وها هاي خط فاصل ومسافة بيني وبينك، الله ليقيمك. اوكي تمام، حطي حطي هاي مسافة. تمام نحط مسافة، بنحط مسافة، حطي مسافة ليش لا. شو انا فارقة معي؟ قال نحط مسافة، حطي قد ما بدك. عمي ماسا خلص مشيت. لوين مشيت؟ ما بعرف لوين راحت، بس خلص مشيت. ابك خبرتني، حكيت معها مشان تجي على الكافيه، قالت لي ما بقدر، لازم جيب الولد، البيت مقلوب، وقالت هنن كمان ما بيعرفوا لوين راحت، بس عرفت انه العمة ماسا طلبت تسكر البيت وتركت كل شيء ورا ظهرها ومشيت. مشيت؟ عم تقول سكرت بيتها؟ معناته اذا ماسا مشيت انا صار لازم خبر عمي ابراهيم الحقيقة؟ ايه لازم. العمى كيف بدي خبره الحقيقة؟ شو الطريقة؟ كيف بدي واجهه؟ شو صار للمسافة؟ وين راحت؟ ماني شايفة وين تبخرت؟ قبل شوي حطيتي حدود ومسافات بيناتنا، لما كذبتي بوقتها كان لازم تحسبي حساب هذا الشيء. ولك مو نحن شركة؟ آه؟ تمام؟ ممكن نكون حكيت بوقتها، بس شو يعني وقتها اضطريت اكذب مشان حل الموقف والأمور؟ كيف بدي واجه عمي إبراهيم هلا؟ آخ يا راسي عن جد؟ مو ناوي أوجع راسي بهالقصة ولا رح أوجعه، لأنه عندي شغلات وتفاصيل بحياتي أهم من هالقصة بكتير، وبلاوي ومشاكل ومصايب فوق راسي، فمو وقته هالموضوع. شوفي الرز ما عم بعرف أطبخه. كيف؟ لازم أتعلم طبخ الرز بأسرع وقت ماهر. هاي المشكلة؟ إيه هاي المشكلة. ما بتعرفي تطبخي رز؟ جربت 166 وصفة لطبخ الرز، كل واحدة لحالهم، شي بمرقة دجاج، شي بمرقة لحمة، برز خشن ورز ناعم، وعلى طول يا بيطلع خبيصة يا بيلزق بالطنجرة، عم ينتزع لحاله هو ما بده يزبط ماهر. طيب فهمت عليك يا فراشتي، خلص انتي جيبي المكونات تبعها وأنا بعلمك. بعرف. شو بتعرف كرمال الله؟ آه ما عم قلك تطبخ معكرونة؟ رز يا بني آدم رز، الرز عالم مختلف تماماً، ما بيزبط مع أي حدا. ولك مسطول؟ لك إيه بعرف، أمينة علمتني كيف أطبخه، سهل كتير ما بده شي أبداً، كاسة بكاسة ونص. أنت جيب الأغراض وأنا رح علمك كيف تطبخي. عن جد عم تحكي؟ إيه بس ما ضل مرقة دجاج ولا مرقة لحمة، استهلكتهم كلهم. ما في لزوم إلهم، لك يلي بيلزموني مي، رز، ملح، زبدة، مو أكتر. والله بس هيك؟ إيه بس هيك، منعمل كمية قليلة تجربة. قومي جيبي الأغراض لنبلش. كاسة واحدة بس رز، أوكي؟ كاسة واحدة
رز بحطهم بالمصفاية تغسليهم بالمي كتير منيح بتحركيهم هيك على مهل. طبخ الرز بده هداوة، كوني رايقة. هو شوية رز يلي عم تعمليه زبدة بلاها ما رح يزبط معك أبدا. شعيل 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 شعيل. أوكي بتحركيها هيك حتى تدوب زبدة لحالة، بتضيفي الرز. حركي حركي خلطينهم بعض منيح. حركي الرز والزبدة لازم ينفصلوا عن بعض، فرقيهم هيك وحدة وحدة. فهمتي علي؟ صار دور مي سخنة هيك صبي بالكاسة، كاسة وحدة. خلصنا؟ لا أهم شغلة انتبهي هون. أوكي نصها حركي. ملح؟ لا معلقة بالمعلقة فراشتي. انتبهي احفظي الحركة. يلا تك 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 تك. أوكي ثلاث تكات. تستني جاهزة؟ استوى مو؟ ايه تحمست كتير لشوفه. هاتي ما طلع مخبص ماهر. شوفي فراشتي شوفي اذا بتحبي عديهم. رزة رزة وما لزق بالطنجرة كمان. ماهر لك انت داهية حقيقية انت. بعجبك. دوقني لقلي بالاول دوقني يلا. روقي شوي فراشتي روقي. طيبين كتير. عن جد عجبك؟ شو هالجمعة الحلوة.